الوطنية السينمائية لفيلم التراث. تنطلق هنا بدار الثقافة نوار مبكر لولاية أم البواقي فعاليات الأيام الوطنية السينمائية لفيلم التراث، والتي اختار لها شعار التراث رافد سياحي واقتصادي. هذه المنافسة سيتنافس حولها 19 عملا فنيا أو فيلم قصير، كله ينصب في كيفية الحفاظ أو يروي تراث الجزائر العميق والمتنوع. الشباب لابد أن نعرف أين كيف يفكر وكيف يستلهم من ثقافته الشعبية. وهنا شفت البرنامج اللي راني أشرف على لجنة التحكيم كرئيسا لها، ففوجئت بثراء الأفكار والمواضيع التي شاهدتها قبل أن أشاهد الأفلام.